أنا من 15 سنة في هورايزن اللي هي إحدى شركات مجموعة إج. اسمي نورة محمد الشامسي، عندي 6 خوات و4 إخوان، متزوجة وعندي 3 أطفال. أهلي هم مصدر إلهامي، أبوي من خلفية عسكرية وأخوي طيار هليكوبتر. تشجيعهم لي وتحميسهم لي أني أنا أدخل المجال هذا كان أكبر دعم لي. انضميت للإدارة قسم الموارد البشرية السلامة والجودة، وحالياً مدرب طيران أرضي. أنا أول إماراتية أدخل مجال تدريب الطيران، ومعتمدة من هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات. فخورة جداً بهذا الإنجاز، وهذا بداية طريق للإنجازات القادمة. مسؤوليتي في هورايزون كمدرب طيران أرضي هو تدريب الطلاب بأعلى مستوى من الجودة. أهمية دوري أني أعلمهم كيف يحافظون على سلامتهم وقت الطيران. هورايزون دعم أساسي في تطوير مهاراتي القيادية والتعلم، من غيرهم ما بوصل المكان هذا. ما قصروا في تقديم كل الدعم. عندي الشغف في التعليم ومساعدة الناس، وهذا اللي قاعد أطبقه في هورايزون. بعد ما شافوا قدراتي في مجال الجودة، قرر الرئيس التنفيذي أني أدخل مجال التدريب، وهذا كان حلمي. والحلو في هورايزون أنهم يساعدون الناس في تحقيق أحلامهم. حلمي أني أكون أول مدربة طيران إماراتية على الهليكوبتر، وإن شاء الله أحقق حلمي في هورايزون. نصيحتي لبنتي ولكل بنت إماراتية أنها تسعى وراء تحقيق أحلامها.